السلام عليكم. فالشرح سنتعرف على طريقة استخدام موقع كانفا من أجل تصميم فيديو لمواقع التواصل الاجتماعي. نقوم بالذهاب إلى موقع كانفا على هذا الشكل. يمكنك إنشاء تصميم من خلال خاصية إنشاء تصميم، حيث ستجد مجموعة من القوالب الجاهزة التي تناسب مجموعة من المنصات أو الأهداف، أكان منشور فيسبوك أو فيديو على اليوتيوب. إن كنت تعرف ماذا تريد مسبقا، يمكنك استخدام خاصية البحث، مثلا كتابة قصة أو ستوري للإنستغرام للحصول على قوالب جاهزة. وهنا ستجد مجموعة من القوالب الجاهزة، قم باختيار ما يناسبك بكل بساطة. بعد اختيار ما يناسبك، قم بالنقر على القالب من أجل المرور لمرحلة التعديل. يمكنك من هنا معاينة التصميم بشكل أفضل من أجل تحديد العناصر التي تريد استخدامها والعناصر التي تريد إزالتها. مثلا يمكنك النقر مرتين على الفيديو في الخلفية من أجل إزالته واستخدام آخر خاص بك. يكفي النقر على التحميلات، ثم النقر على مقاطع الفيديو لتجد المقاطع التي قمت برفعها مسبقا، أو يمكنك رفع مقاطع من الحاسوب الخاص بك. لإضافة فيديو يمكنك النقر باستمرار ثم السحب داخل مساحة الفيديو. يمكنك النقر مرتين من أجل تكبير الفيديو في حالة كنت تريد التركيز على جزء من الفيديو. طبعا لا تنسى أنه يمكنك معاينة التعديلات في كل مرة تريد ذلك. يمكنك أيضا أن تقوم بالنقر على النص الموجود من أجل إضافة النص الخاص بك. بالنقر على النص تستطيع أيضا تغيير حجم النص للحجم الذي يناسبك، كما تستطيع تغيير الخط. يمكنك النقر على العناصر وتحريكها كما تريد، أو تغيير زاويتها بالطريقة التي تناسبك. بإمكانك عمل نسخة من الصفحة بكل سهولة، بالتالي لا تحتاج لعمل التصميم من البداية. مرة أخرى يمكنك إزالة الفيديو الحالي وإضافة آخر من مكتبة الفيديو في موقع كانفا. تستطيع البحث عن مقاطع الفيديو محددة عبر خاصية البحث. اكتب مثلا كلمة قهوة وستحصل على مقاطع فيديو تظهر فيها القهوة بكل بساطة. يكفي اختيار الفيديو وسحبه للتصميم بكل بساطة.
يمكنك إضافة التعديلات التي تريد أو حذف الصفحة إن غيرت رأيك. تستطيع إضافة حركة للعناصر الموجودة في الفيديو بهذه الطريقة. يمكنك أيضا أن نقل على الفيديو ثم خاصية التقطيع لتقطيع الفيديو وعرض الجزء الذي تحدده فقط. يمكنك النقر على عناصر من أجل إضافة عناصر جديدة للتصميم مثل الأيقونات أو إضافة سهم أو شكل. سنضيف صفحة جديدة لنقوم بتعديلات إضافية مع إضافة معلومات جديدة. ستجد أن هناك موسيقى مع الفيديو، يمكنك إزالتها وإضافة الموسيقى الخاصة بك عند رفع الفيديو، ثم إعطاء اسم للفيديو. الآن يمكنك النقر على تنزيل من أجل تنزيل الفيديو الخاص بك. طبعا يمكنك تحميل تطبيق كانفا للهاتف وستجد الفيديو الخاص بك هنا، بالتالي يمكنك الرفع مباشرة للإنستغرام. وهذه هي النتيجة النهائية.